الرحمة كل الرحمة لشهداء فلسطين، شهداء القدس الذين سقطوا في معركة العودة الأخيرة وكل معارك العودة، الوفاء كل الوفاء لتضحياتهم، ودعوة بالشفاء لكل الجرحى والحرية لكل الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. معالي رئيس الجلسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية، معالي السيد الأمين العام، أصحاب المعالي والسمو والسعادة، بداية ونحن نستقبل معا الشهر الفضيل، اسمحوا لي أن أتقدم لكم ولدولكم ملوكا ورؤساء وحكومات وشعوب بتبريكاتي لحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وقد تحققت أماني أمتنا العربية وتحررت فلسطين من قيد الاستعمار. واسمحوا لي أيضا باسم شعبنا الفلسطيني وقيادته أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على دعوتها لعقد هذه الجلسة الطارئة لمجلس جامع الدول العربية على المستوى الوزاري، تعبيرا عن وقوف خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بشكل دائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة والمشروعة. كما اسمحوا لي واسم دولة فلسطين أن أشكركم لتلبيتكم السريعة لهذه الدعوة ولوقوفكم الدائم إلى جانب قضايا شعبنا في المحافل والساحات كافة. نلتقي اليوم على وقع مزرة دموية عنصرية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد ضد أبناء شعبنا العزل المشاركين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، وبإسناد ودعم غير محدود من إدارة أمريكية منحازة بشكل أعمى للاحتلال وسياساته. فمنذ قرار الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها، سقط أكثر من 100 شهيد في غزة والضفة، بمن فيهم الطفلة الرضيعة ليلى التي لم تتجاوز 8 أشهر، فيما جرح أكثر من 6000 فلسطيني، نصفهم سيبقى يعاني من إعاقة دائمة، وأكثر من 4000 معتقل. هذا بالإضافة إلى عمليات التغول الاستيطاني التهويدي واسعة النطاق التي تتعرض لها أرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، وعمليات القمع والتنكيل والإعدامات الميدانية وهدم المنازل والتهجير القسري وغيرها من العقوبات الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا. أصحاب المعالي والسمو والسعادة، على وقع هذه المجزرة احتفلت أمريكا بنقل سفارتها للقدس، واختارت في تحد مقصود ذكرى النكبة الأليمة على شعبنا للتعبير عن انحيازها المطلق لإسرائيل ولروايتها التلمودية الصهيونية. وكأن هذا لم يكن كافيا لإشباع رغبات الاحتلال والانحياز الأعمى للإدارة الأمريكية، عندما أطلت علينا الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض لتبرر الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا الأعزل في غزة، وخرجت علينا مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هيلي لتحمل الشعب الفلسطيني المسؤولية عن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقنا، متهمة الضحية بالمسؤولية عن ما ارتكبه الجلاد الإسرائيلي من جرائم، ولتؤكد مرة أخرى على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. ثم يخرج نتنياهو ليهنئ جنوده بهذا الإنجاز العظيم. يبدو أننا الآن أمام مفاهيم غريبة وعجيبة تعكس انحطاط أخلاقي واستهتار للقيم الإنسانية العالمية، تشجع الاحتلال والاستيطان وتبرر القتل خارج القانون والاستعمال المفرط للقوة، مفاهيم ساقطة معكوسة تعطي المحتل كامل الحرية بالقتل تحت ذريعة الدفاع عن النفس، بينما يتهم شعبنا الأعزل الرازخ تحت الاحتلال بالتحريض والتصعيد والإرهاب والاستفزاز، فيما يمكن أن نسميه بلطجة القوة التي تؤسس لتحول أخلاقي دنيء يرسم مفاهيم جديدة في العلاقات ما بين الدول، ينذر بكوارث مستقبلية ويؤسس لانقلاب علني على مرتكزات العلاقات بين الدول والمنظومة الأممية برمتها ومبادئ حقوق الإنسان. أمام الظروف الصعبة التي تعصف بالقضية الفلسطينية والمخاطر التي تتهددها، نجد أنفسنا أمام اختبار حقيقي وتحدي كبير، فإما أن نثبت مصداقيتنا أمام شعوبنا ومصداقيتنا حيال القرارات العربية التي اتخذت في القمم المختلفة، أو أن نثبت ما تتداوله بعض الألسن بأن قراراتنا ليست للتنفيذ والاستعمال، وبالتالي نفقد مصداقيتنا أمام شعوبنا على وجه الخصوص. في هذا الوقت بالذات نرى ضرورة الالتزام بقرارات القمم العربية
بما فيها قرار قمة عمان في عام 1980 الذي دعا لقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفاراتها للقدس، ذلك رغم تفهمنا لتطورات العلاقات العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتشابكها. فليس هناك من ضير أن يتم استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور ولإظهار الامتعاض العربي من الانحياز الأمريكي للاحتلال كحد أدنى. هذا بالإضافة إلى أهمية استدعاء سفراء الولايات المتحدة المعتمدين لدى العواصم العربية لإبلاغهم مجدداً بالرفض العربي نقل السفارة الأمريكية للقدس. أصحاب المعالي والسمو والسعادة، في ظل غياب ردود فعل حازمة تجرأت عدد من الدول على اتخاذ نفس الخطوة الأمريكية، وغواتيمالا مثالاً على ذلك، وستلحق بها دول أخرى في القارة الأمريكية. وقد نجد أنفسنا أمام توجه مشابه لبعض الدول الأفريقية تحت ضغط وابتزاز وإغراءات أمريكية إسرائيلية. فإذا لم تشعر الإدارة الأمريكية أن هناك تغييراً حقيقياً قد طرأ في شكل وطبيعة الاتصالات العربية معها كنتيجة لنقلها سفاراتها للقدس، فإنها لن تشعر أنها ارتكبت خطأ جسيماً وتاريخياً، ليس فقط بحق فلسطين وإنما بحق العرب والمسلمين والمسيحيين. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هي الرسالة التي نوجهها من بيت العرب الأول مقر الجامعة العربية للإدارة الأمريكية وحكومة غواتيمالا تعبيرا عن رفضنا لقرار نقل السفارة؟ وكيف بالإمكان أن تصل رسالة الرفض العربية والاحتجاج للدول الأخرى التي قد تفكر أو تجد نفسها مضطرة تحت الضغط والابتزاز للقيام بذلك حتى تستشعر هذا الرفض لقرارها؟ نحن أمام لحظة تاريخية تملي علينا تحمل مسؤولياتنا والتصرف وفقها. أمام نقل السفارة هناك تخوف من دول أخرى ستلحق، وأمام المجازر التي ترتكب في غزة ستكون هناك مجازر أخرى قادمة، فماذا نحن فاعلون؟ أصحاب المعالي والسمو والسعادة، إن المطلب الملح الذي يجب أن نستمر في التعبير عنه جميعاً وقبل كل شيء هو ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل من بطش الاحتلال وإرهاب دولته وميليشيات مستوطنيه وغثيان الدول المارقة. وحتى لجنة التحقيق المستقلة التي طلبت بها دول العالم أجمع تم رفضها من قبل الولايات المتحدة الحامي والمدافع عن جرائم إسرائيل، وهو ما يجبرنا على ضرورة العودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوتها للانعقاد تحت بند متحدون من أجل السلام للتخلص من استغلال أمريكا البشع لامتياز الفيتو، والعودة بإصرار للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كون أن خياراتنا محدودة فلا يمكننا التهرب منها، وإنما مواجهتها والعمل وفقها إذا أردنا أن يبقى لنا شأن شعبي عربي وسياسي دولي. كان خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في 20 شباط فبراير الماضي خارطة الطريق لتحقيق السلام المطلوب، وأمام تبني القمة العربية الأخيرة لهذه الرؤية وجب علينا العمل لترجمتها عمليا في أقرب الأجيال، وتكليف اللجنة الوزارية العربية السداسية لهذه المهمة وتقديم تقريرها خلال شهر من الآن، هذا إذا أردنا إظهار الجدية المطلوبة في عملنا وتحملنا مسؤولياتنا حيال هذا الخطر القاتل. أصحاب المعالي والسمو والسعادة، مهما بلغت التضحيات والمعاناة والآلام فإن شعبنا ماض في مقاومة الاحتلال بالطرق السلمية، وقيادتنا متمسكة بثوابت الإجماع الوطني الفلسطيني، وسنواصل بكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات رفضنا المطلق للإعلان الأمريكي وفي نقل السفارة إلى القدس، وبذل كل جهد ممكن لتعميق التضامن الدولي مع قضيتنا وحقوق شعبنا وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لإعلان الرئيس الأمريكي ترامب ونقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، مرتكزين دائما على إسنادكم ودعمكم ووقوفكم إلى جانب قضية العرب الأولى، قضية فلسطين. والله الموفق.